السلام عليكم ورحمه الله. اذا اليوم غادي نقدم واحد الطريقه ديال تعلم القراءه، يعني الاطفال اللي كيوجدوا او كيوجدوا واحد الصعوبه بانهم يقراو الكلمه، يعني يقراو الكلمه كامله. مثلا كاين بعض الاطفال اللي كيكونوا كيعرفوا الحروف ولكن باش يقرا الكلمه كامله ما كيقدرش يقراها. اذا اليوم غادي نقدم واحد الطريقه زوينه، ومنها كي الطفل كيحب اللعب، يعني كنقدموها له بواحد شكل لعبه، وفي نفس الوقت كيتعلم كيترسخ له ديك الكلمه في العقل ديالو وكيقدر يتعلم القراءه بهذه الطريقه بسهوله. اذا اول شيء كناخذوا واحد بابي كارتونيك بحال هذا الشكل هذا، اللي عنده مثلا داك اللصاق اللي كيتلصق باش يحافظ عليهم مده طويله يديروا واحد اللصاق شفاف كيتلصق، اللي ما عندوش يخدم غير بهذه الطريقه هذه. اول شيء كناخذوه كنقسموه الى مربعات، ثم كنكتب الكلمات. مثلا اول حاجه كنبدا بالحروف السهله اللي ما تكونش صعيبه على الطفل، لانه هذا اصلا غادي نخدمه مع الاطفال ديال مثلا سي بي او الاطفال اللي تيوجدوا صعوبه واخا يكونوا كبار. اذا كنبداو بالحروف السهله، مثلا الكلمه ك ت با، اذا كنكتب الكلمه كامله ك ت با. مثلا ما ما، با با، بين تن، بي تن، مد راسة تن، إذن قلم، وهكذا كتب. إذن على سبيل المثال تقدروا تبدلوا الكلمات كرسي بن. إذن من بعد ما كنكتبوا هذه الكلمات هكذا بهذا الشكل، اكيد غادي تجي غادي نقسموهم بالمقص. اذا من بعد ما قطعنا الحروف على هذا الشكل هذا كنرتبوهم بدون ترتيب، اذا كنرتبوهم عشوائيا. من بعد كنقولوا الكلمه، مثلا غادي نطلب منه اول شيء الا بغيت نتاكد من انه ضابط ليا الحروف غادي نبدا بعدا اولا بالحروف. مثلا غادي نقول له يلا جبت ليا الحرف ما ما، وغنقراها بالحركه ما نقولش الميم، نقول الحرف بحركته. اذا ما مثلا كيختار ما وكيحطها. اذا كنديروا واحد مثلا كلعبه كنديروا هنا، مثلا الى لقى كيديرها في واحد الصنيديقه مثلا ديال انه فائز، ولا ما لقاهاش يعني بحال كنديروا له مثلا واحد الشريطه انه يعني صفر ما سجل حتى هدف مثلا، ثم كنكملوا هكاك. مثلا كو عاوتاني كياخذها مثلا الى اجابه صحيحه كيديرها مثلا في خانه ديال انه عنده صحيح، ومع التشجيع ما عرفهاش كنوريوها له وكنقولوا له معليش ما ربحتيهاش مثلا هذا النهار. من بعد ما كنتاكدوا من الكلمات غادي من الحروف غادي ندوزوا دابا الكلمات. الطريقه زوينه بزاف، نفعتني حتى انا مع الابن ديالي في تعلم القراءة، كان وجد صعوبة باش يتعلم القراءة، ولكن بهذه الطريقة الحمد لله تمكن كيقرا دابا بطريقة طلاقة مزيان. مثلا غادي نقولو ك، نبداو مثلا بالسهل نقولو ماما، إذا هادو أسهل كلمة. إذا ماما غادي يقلب على كلمة كيكتبها كيحطها، يقلب على الكلمة الأخرى اللي كتكمل الكلمة وكيكون كلمة. بعد ما كيكونها كيقراها لنا قدامي ماما. نقدر نزيد ندعم التمرين ديالي بانه ياخذ اللوحه بعد ما يتمكن الكلمات اللي تمكن منهم يعاود يكتبهم في اللوحه ماما، ثم هكا كنكمل حتى كنكمل الكلمات اللي عندي ومع التشجيع، يعني بحال لعبه كنقولوا له مثلا الا لقيتي لي واحد ثلاثه ديال الكلمات او لا جوج كلمات غادي مثلا عندك واحد الهديه او لا غادي نمشيو شي بلاصه او لا، يعني كتشجيع فقط. كنكتب كنكمل مثلا كتب، كيبقى يقلب على الكلمه وكيكتبها كيحطها يقدها ك
يقلب على تاء في وسط الكلمة، وفي نفس الوقت هو يلقى الكلمة، وأنا كنشرح كا بالفتحة، تاء وسط الكلمة بالفتحة، ثم با في آخر الكلمة، ثم يقرأ الكلمة كا تاء با، يعيد كتابتها على اللوحة. وهكذا مع التمرين كيتمرن، وممكن تلعب معاه مثلا أنا حرف وهو حرف، مثلا غنقولو تن، اللي غيلقاها بسرعة هو الفائز، إذا اللي غيلقاها بسرعة هو الفائز كيتصفقوا عليه أو لا كنعطيوه شي هدية. وهكذا كنكملوا اللعبة ديالنا. مع الوقت كتحس بالطفل أو التلميذ بدا كيتعلم، وكيتعلم القراءة بواحد السهولة، كيبدا يقرأ الكلمة يعني كيلقاها في أي قراءة أو لا في أي بلاصة كيبقى يتهجاها. إذن نتمنى للجميع التوفيق وشكرا.